دعني أبتدئ قليلا من الأزمة السورية منذ بدأت. تراوحت التفاعلات الأردنية سياسيا مع تلك الأزمة من رفض التغيير في سوريا في البداية أو التعامل معه بحذر شديد خوفا من أن تنزلق سوريا إلى مرحلة فوضى تخشى الأردن من أن تنعكس تلك الفوضى على الأردن بالذات وتهدد أمنه واستقراره، وبالتالي كان في البداية حذرا وربما ميالا أكثر للحكومة السورية. حينما بدأت القوى المعارضة للنظام السوري تتطور قليلا على الأرض وبدأ موقف خليجي واضح منها، ولاحظنا الأردن اتسق مع هذه الرغبة وأصبح يستقبل بعض فصائل المعارضة السورية ويتبناها وبخاصة الجيش الحر. حينما تدخلت موسكو في الحرب السورية كان للأردن أيضا بداية تغيير بالموقف ولكن ليس جذريا، كان يرقب بحذر ويحاول إيجاد اتصالات مع موسكو لدراسة الاحتماليات الممكنة، ووضع نفسه في منطقة رمادية لا تستطيع أن تحدد بالضبط من أين يمكن أن تقف، ولكنه حافظ على اتصالاته السرية مع الجميع. حينما قررت موسكو في لحظة ما الانسحاب لاحظنا تبدل طفيف في الموقف الأردني ليس لمصلحة التطورات على الأرض في سوريا، لكن التغير الجذري بدأ يحصل حقيقة منذ معركة حلب وانسحاب قوى المعارضة من هناك. هذا الموقف وهذه المعركة كانت تشير إلى تغير جذري على الأرض. هذا التغير الجذري على الأرض كان يتطلب موقفا حاسما من الأردن. هذا الموقف عليه أن يتدارك مواقفه السابقة بحيث يضع نفسه في موقف لا معاتب بعد عملية حل الأزمة السورية إن كانت واردة بالأذهان الدولية. لنتذكر أن الأزمة في سوريا لم تعد أزمة نظام ومعارضة فقط، هي تحولت من هذه إلى أزمة دولية تشترك فيها العديد من الأطراف الدولية، وبالتالي كان على الأردن أن يسوق علاقاته الدولية في إيجاد موقف ما بين هذا الموقف معقد جدا الأردن من سوريا. الحديث عن السيطرة في سوريا يجري، موسكو تسيطر على الجو وتحقق الانتصارات وتسمح للأرض أن تحقق الانتصارات، ولكن الموجود على الأرض والذي يتحرك هي قوة لا تكن لها الأردن المحبة الكثيرة مثل قوات حزب الله والقوات الإيرانية والقوات المتحالفة مع الإيران. بالتالي هنالك مخاوف أردنية عميقة من أن تخلي الساحة السورية وتبيح عن نفسها لتطورات لا تكون في صالحها. لأجل ذلك بدأ التحرك الأردني عسكريا في البداية بأن حاول أن يدخل في أستانة ونجح في ذلك، وفرض معادلة، وليس هو من فرض بالدرجة ولكنه ساهم بإيجاد معادلة لخفض التوتر في منطقة حيوية للأردن. هذه المنطقة الحيوية هي جنوب سوريا وشمال الأردن، وكان من ضمن الشروط الأساسية في هذه المنطقة ألا تتواجد قوات موالية لإيران في هذه المنطقة. لكن حتى اللحظة هنالك تجاذب ما بين حتى إسرائيل وموسكو حتى اليوم نشاهده. أما العملية الاقتصادية التي تحدثت عنها حضرتك حتى